السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا إلى كل متابعين لقناة عبد الصمد الجزولي. اليوم إن شاء الله هي حلقة خاصة بالهاردوير الصيانة. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن منظومة الشحن. منظومة الشحن، فمنظومة الشحن هي تنقسم إلى أقسام وأجزاء. وبكل صراحة إذا أردنا نتكلم عن منظومة الشحن لن نحتاج إلى حلقة واحدة فقط تتكون مع 10 دقائق أو 20 دقيقة. عفوا إهداء يا بني، سوف نحتاج إلى سلسلة تتكون من حلقات حتى نفهم منظومة الشحن بشكل جيد، وخصوصا في الهواتف المتطورة، لأن منظومة الشحن أصبح لها أبواب وأصبح لها مفاهيم جديدة وأعطال كثيرة وغريبة. يعني أصبحت منظومة الشحن في الهاتف منظومة معقدة متطورة. اليوم إن شاء الله هو درس أعتبره بسيط وبحث بسيط وخفيف حول مسار واحد لمنظومة الشحن. هذا المسار يسمى غالبا عند الدخول إلى المخطط يسمى الـ ID أو بمعنى آخر مسار الإخبار. يعني هناك من يسميه مسار الإخبار أو مسار التعريف. يعني هذا المسار يقوم بتعريف هل هو كيبل الشحن، كيبل USB، وأيضا تمت إضافة مهام جديدة لهذا المسار يقوم بها. يعني هذا المسار مهم جدا أن نتعرف عنه، أن نتعرف ما هي الوظائف التي يقوم بها والكثير من الأشياء. واليوم إن شاء الله سوف أقوم بعرض حلقة حلقة يعني تتكون من بحث مختصر، وأحاول جاهدا تعريف هذا المسار أو هذه المنظومة حتى نتعرف إليه جيدا ونحاول قدر المستطاع فهم ولو نسبة قليلة عن هذا المسار. فنعتبر هذا الجزء الأول فقط، هذا يعتبر الجزء الأول، لأنه إن شاء الله سوف تكون أجزاء ومتابعة مع هذا المسار، لأن رأيت ويظهر لي بأنه مهم جدا أن نتعرف عن هذا المسار أيضا، كما تعرفنا عن المقاومة الحرارية، كما تعرفنا عن مسار BSI أو مسار الإحساس بالبطارية أو VF أو SWI إلى آخره. إذن نبدأ على بركة الله ونتعرف عن هذا المسار. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ على بركة الله. في حقيقة فهذا الموضوع كما قلت أعتبره أنا الجزء الأول، وإن شاء الله سوف أحاول جهدا تقديم أبسط المعلومات حول هذا الموضوع وحول مسار الـ ID. هذا بالضبط، مسار ID أو ما يعرف بمسار الإخبار، أو مسار يعني يقوم بعدة وظائف داخل منفذ أو كونيكتور الشحن. إذا دعونا في البداية نتعرف عن كونيكتور أو منفذ الشحن، ما هي خصائصه أو ما هي المسارات وأسماءها التي يتكون منها. إذن بالنسبة للكونيكتور، في الوضع العادي الطبيعي وبصفة عامة، أعتقد بصفة عامة، يحتوي على خمس مسارات، منها مسارات الشحن، ومنها مسارات البيانات، وربما في بعض الهواتف الأخرى قد يكون الكل مشترك. كيف ذلك؟ إذن مسار فيباس أو ما يعرف بمسار الشحن الذي غالبا يحمل 5 فولت، ودي ناقص ودي زائد أو RX وTX، يعني مسارين للداتا أو ما يعرف بالبيانات، والـ ID ما يعرف ب في بعض الهواتف يقوم بتعريف هل كيبل الشحن أم USB، وأيضا في بعض الهواتف المتطورة يقوم بوظائف أخرى سوف نتعرف عنها، وفي بعض الهواتف لا وجود له. وأخيرا وخامسا هو جراوند أو GND الأرضي. إذن هذا محتوى الكونيكتور، إذا كانت به 5 أرجل فكن على يقين بأنه يحتوي على هذه المسارة. إذا كانت أكثر من 5 ف عليك أن تعلم بأن هذه 5 يجب أن تكون، وأكثر من 5 تخضع للبحث، وغالبا يكون مسار جديد أو مسار فيبات للبطارية، وأيضا للصوت والصورة الخاصة بالشاشة، نقل الصورة والصوت لشاشة التلفاز، وأيضا هناك بعض الهواتف أيضا يتم إضافة لها حتى السماعات الخارجية. نعم، لاحظوا معي جيدا هنا بصورة أوضح حتى نفهم جيدا ما نتحدث عنه. إذن هذا هو منفذ أو كونيكتور الشحن.
إذا المسار الأول الذي تحدثنا عنه هو في باس، ومسارين الداتا البيانات يعني دي ناقص يعني تي اكس ودي زائد ار اكس، والمسار هنا اي دي والارضي. وهناك مسار تم إضافته وهو في بات، يعني غالبا يكون في بات يعني فولت البطارية، لأن أغلب الكونكتورات وخصوصا في هواتف السامسونج حسب البحث الذي قمت به وليس جميع الهواتف يوجد فولت مباشرة من البطارية، فولت مباشرة من البطارية. نعم، إذا كانت هذه خصائص الكونكتور الشحن، يعني كل مسار وله حلقة وله دور معين ويحتاج إلى شرح وحده. ولكن ما أود التأكيد عنه هو التركيز عليه هو هذا المسار بالضبط، مسار الاي دي، مسار الاي دي. إذا لاحظوا معي هنا ندخل إلى بعض المخططات، فمثلا لاحظوا معي هنا مثلا سامسونج اس 53، إذا لاحظوا معي لا بد من وجود مسار الاي دي، إذن ها مسار الاي دي، وغالبا لاحظت بأنه غالبا يتواجد بجانب أو بقرب الأرضي، إذن يوس بي اي دي كما لاحظها هو هنا يوس بي اي دي. والغريب في الأمر أنه في بعض الهواتف موجود وفي بعض الهواتف غير موجود، فمثلا هذه نوكيا 2730 لاحظوا معي يعني كل المسارات موجودة في باص، مسارات البيانات والأرضي، ولكن لاحظوا معي الذي هو بجانب الأرضية المفروض أن يكون الاي دي غير موجود، غير موجود. وكذلك حتى في هاتف هواوي يعني جي 630 لاحظوا معي في باص موجود، مسارات البيانات موجودة، اي دي مكتوب، ولكنه كما نلاحظ المسار غير نو كونكت أو غير متصل، يعني مسار فارغ وأرضي. إذن عادي معلومات حول هذا المسار بأنه ليس موجود في جميع الهواتف. إذن ماذا نستفيد؟ إذن لاحظوا معي هنا نعود، إذن ماذا نستفيد من هذه المعلومة؟ أنه أحيانا في بعض الهواتف عدم تركيبك لهذه النقطة أو وجودتها مخلوعة، عليك أن تتأكد هل هي أصلا متصلة أم لا. إذا لم تكن متصلة فلا داعي لعمل جهد منك في الحصول على تلك النقطة. وكما ألاحظ بأن في بعض الهواتف لا علاقة له بالشحن، يعني وجوده أو سواء كان موجود أو غير موجود لا علاقة له لا بالشحن ولا بمسارات الداتا في بعض الهواتف. أما في بعض الهواتف فوجوده أو عدم وجوده يسبب مشاكل في الشحن ومشاكل أيضا في البيانات، يعني هو من هاتف إلى هاتف آخر أو من موديل إلى موديل هاتف تختلف وظائفه والأعطال التي يمكن أن يسببها هذا المسار، يعني هو حالة غير مستقرة مثله مثل الأعطال التي يمكن أن يسببها مسار الـ BSI أو مسار الإحساس بالبطارية، يعني ليست له وجهة أو قاعدة عامة يمكننا أن نقوم بتثبيتها ويخضع لها جميع الهواتف. إذا لاحظوا معي مسار الإخبار يوجد غالبا داخل منفذ كونكتور الشحن، له عدة خدمات يقوم بها داخل الهاتف، يرسل إشارة تبين هل الكابل يعني للشحن أو للبيانات. يعني هذه المسألة صراحة هي ليست لكل الهواتف وإن بعض الموديلات فقط، فجاري إن شاء الله في الجزء الثاني اختبار لمجموعة من الهواتف حتى نرى تأثيره هذا المسار. بالنسبة لهواتف السامسونج أغلبها هذا المسار يقوم بإدخال الهاتف إلى وضع التحميل، يعني وضع الهاتف إلى وضع التحميل، يعني الاي دي إذا وجدت قيمة بينه وبين الأرضي، إذا لاحظوا معي هنا هذا الاي دي مسار الاي دي إذا وجدت قيمة بينه وبين الأرضي وجدت مقاومة من قيمة 300 كيلو أوم يدخل الهاتف إلى وضع التحميل، يعني مسار الاي دي هذا المسار يو اس بي اي دي إذا وجدت قيمة بينه وبين الأرضي يدخل الهاتف سامسونج إلى وضع التحميل، إلى وضع التحميل. هذا من ناحية، كما أنه تمت إضافة له وظيفة أخرى للهواتف التي تدعم خاصية وصلة الأوتيجي، أيضا هذا المسار يعني مع تطور الهاتف أصبح يقدم خدمة جديدة. ما هي هذه الخدمة؟ وهو أن عند إدخالك لوصلة الأوتيجي أو ذاكرة خارجية USB أو مروحة أو مصباح أو الكثير من الكيبلات، ماذا يحدث؟ يحدث أنه يحدث شورت بين، لاحظ معي هنا نعود إلى هذه الصورة، يعني إذا حدث الشورت يعني هذا الاي دي إذا اتصل بشكل مباشر مع الأرضي ماذا يحدث في الهواتف الجديدة؟
اي سي الشحن او دائره الشحن بشكل تلقائي تخرج 5 فولت او تنتج لنا 5 فولت، يعني تخرج من كونيكتور الشحن عبر هذا في باس، يعني تخرج ولا تدخل عكس السهم الذي نراه الان. يعني هذا المسار في نفس الوقت هو يدخل 5 فولت للشحن، وفي نفس الوقت في الهواتف التي تدعم وصلة او تي جي تخرج لنا 5 فولت في نفس الوقت. وماذا نستفيد من هذه 5 فولت؟ طبعا فعند تركيبنا لكابل او تي جي فطبعا لكي يشتغل لابد له من الكهرباء، او لابد له من القيمة الكهربائية، تلك القيمة الكهربائية هي التي هي يخرجها اي سي الشحن حتى يشتغل الاو تي جي، يعني وصلة اليو اس بي او مروحة او مصباح او شحن حتى هاتف اخر، ذلك ممكن. نعم، ملاحظة، غالبا هذا المسار يوجد عليه فولت بقيمة مختلفة من هاتف الى اخر، يعني هذا الاي دي من هاتف الى هاتف يمكن ان، اذا هذا في حالة اذا كان متصل، اذا كان متصل مثل ما يوجد مثلا هنا، فهنا متصل يعني له اسم وله مسار ويذهب الى اي سي كذا الى اخره، عكس مثلا هنا غير متصل، يعني اذا كان متصل وكونكت يمكن ان نجد عليه قيمة فولتية تختلف من هاتف الى اخر. شيء اخر اود ان اوضحه لكم هو ان هذا المسار يعني او هذه المسار اي دي يمكننا استغلاله وفتح ثغرة توجد في هواتف السامسونج، سبق لي وان قمت بشرحها، لاحظوا معي هنا، فيمكنكم الدخول الى القناة وهناك الجزء الاول والجزء الثاني مفتاح الباور اعطاله وطريقة اصلاحه. في الجزء الثاني سوف تجدون كيف نستغل ثغرة مع هذا المسار لاصلاح مفتاح الباور، يعني يمكننا استغلال ثغرة يعني لاصلاح مفتاح الباور بالنسبة لهواتف السامسونج فقط. يعني الطريقة التي يمكننا أن نفهمها وكيف نفعلها سوف تجدونها في الجزء الثاني بالنسبة لهذا الفيديو. كيف ذلك أو كيف يحدث ذلك؟ إذن المسألة واضحة، أو ربما يعني كيف توصلت إلى هذه المعلومة سابقا وبسرعة، يعني كنت أحاول صناعة كيبل جيك أو كيبل إدخال الهاتف ولا وضع التحميل، وأخطأت في القيمة واشتغل الهاتف، من هنا أدركت بأنه مع تغيير هذه القيمة التي تدخل الهاتف إلى وضع التحميل بتغييرها الهاتف يفعل أو يقوم بردة فعل، تلك ردة فعل فهو يشتغل بشكل تلقائي نستغلها ونصنع مفتاح الباور في حالة عدم يعني تمكننا من إصلاحه. نعم، بالنسبة لمسألة يعني كيف يخرج هذا الاي سي 5 فولت، يعني هناك مسألة أخرى يمكننا أن نستفيدها من هذا المسار. ما هي هذه المسألة؟ هو أنه يمكننا أن نختبر اي سي أو دائرة الشحن هل هي شغالة أم لا دون أن نفتح الهاتف بالاعتماد على خاصية حدود شرط بين الاي دي ومسار الارضي، يعني الارضي اذا حدث بينهما شرط فعلى اي سي الشحن ان يخرج 5 فولت، اذا لم يخرجها او لم ينتج 5 فولت فذلك نعلم بان هناك خلل في منظومة الشحن دون ان نفتح الهاتف. اذا في دعونا نشاهد فيديو لطريقة صنع أداة جميلة جدا لعمل اختبار لأي سي الشحن أو دائرة الشحن دون فتح الهاتف، ثم نكمل شرحنا مع هذا المسار. Thank you.
إذن مشاهدينا الكرام بعد صنع الآدات إذن كما نلاحظ هنا فلاحظوا معي جيدا هنا إذن نعود إلى فمخطط هذه الآدات هو واضح جدا جدا يعني واضح يعني أعتقد بأنه بسيط وسهل الاستخدام إذن لاحظوا معي هنا فبعد صنع هذه الآدات يمكننا اختبار ومعرفة هل دائرة الشحن تعمل بشكل جيد أم لا من خلال حدود شرط بين الاي دي والارضي وبعد ذلك علينا ان نحصل على مسار الفيباس 5 فولت يعني عليه دائره الشحن تخرج 5 فولت اذا لم تخرجها فان هناك خلل ما اذا عند الضغط لاحظوا معي فهذه المصباحين وضعتهما حتى نعرف هل الفولت يخرج ام لا اذا لاحظوا معي اذا حتى نثبت ذلك بشكل جيد وصحيح نقوم بقياسها بجهاز الملتيمتر حتى نفهم ما نفهم يعني ما اود شرحه اذا لاحظوا معي نستعين بالملتيمتر لاحظوا معي هنا جيدا اذا نضع السالب مع السالب والموجب مع الموجب ثم عند الضغط لاحظوا معي ماذا يحدث اي سي الشحن او دائره الشحن تقوم بتوليد 5 فولت تقوم بتوليد 5 فولت اعتمادا على مسار الاي دي عندما يحدث له الشوط مع الارضي لاحظوا معي هنا لاحظوا معي هنا جيدا اذا عند الضغط ها ينتج لنا الهاتف 5 فولت ينتج لنا الهاتف 5 فولت اذا هنا نستفيد ان مسار الاي دي ماذا ماذا نستفيد اذا لاحظوا معي هنا نعود الى الصوره السابقه عفوا نعود الى الصوره السابقه هنا اذا فعندما الاي دي يلتقي مع الارضي وتخرج لنا 5 فولت هنا اذا ماذا نستفيد نستفيد انه عند حدوث عطل ما يعني بداخل الكونكتور لاحظ معي هنا عفوا سوف اعود الى الشحن اذا منهج الشحن عفوا اذا لاحظوا معي ما اود ان ابين اوضحه نعم عفوا نعم هنا لاحظوا معي فمثلا هذا المسار في باس اخرج 5 فولت وحدث الشرط بين الاي دي والارضي واصبحت لنا 5 فولت هنا يعني حدوث عطل بفعل تسرب الماء او هذه الاسلاك التقت مع بعضها فاصبح الكونيكتور يحتوي على 5 فولت دون توصيل وصله الاو تي جي فعند ادخالك للشاحن عليك ان تعلم بان 5 فولت سوف تلتقي مع 5 فولت هنا سوف يحدث تفحم هنا سيحدث تفحم او يحدث مشاكل اخرى او تلك العمليه تنتج على اعطال اخرى إذن علينا الحذر من هذه العملية فكما أننا نفهم دورها ففي نفس الوقت علينا أن ندرك أن عند التقائهما بشكل غير طبيعي قد ينتج لنا ذلك على 5 فولت تكون ثابتة وتلتقي مع 5 فولت أخرى فتصبح 10 فولت ويحدث لنا تفحم ومشاكل أخرى إذا لاحظوا معي هنا على هذا الفيديو مثلا فهذا عطل لهذا المسار ما هو هذا العطل؟ هو أن هذا المسار التقى أو حدث له الشرط مع أحد مسارات البيانات ماذا يمكن أن يحدث؟ ماذا يحدث أو نستنتج أنه عند توصيله مع الحاسوب يصبح لا يتعرف على الهاتف يظهر على أنه يشحن فقط إذن هذه أحد أعطال المسار إذا التقى بشكل مباشر أو حدث له الشرط مع أحد مسارات البيانات وليس على الأرضي إذن هنا لاحظ معي مثلا على سامسونج إس 3 إذا لاحظ معي جيدا هنا عند حدوث شرط بين الاي دي مسار الاخبار الهويه واحد مسارات البيانات ماذا يحدث؟ يصبح الهاتف يظهر على انه يشحن ويختفي، يشحن ويختفي عند الضغط على مفتاح الباور. عند الضغط على مفتاح الباور. اذا فهذا مسار يعني غريب جدا ويحتوي على اعطال غريبه علينا ان نفهمها وان نستفيد منها. اذا احبابي اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من التعرف عن هذا المسار وهذا الجزء الاول فقط. فإن شاء الله عندنا الجزء الثاني سوف تكون به أيضا معلومات جديدة واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.